معايا عبر الهاتف الان الاستاذ احمد سالم زميلنا الاعلامي المميز دوما المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك. يا فندم مشرف ومنور والف مليون مبروك. الله يخليك يا مصطفى، نشكرك على الكلام الجميل، وفعلا هو ما يهم المجلس الان هو الايمج، يعني الزمالك يستحق ايمج على اعلى مستوى. يعني صحيح الصوره عظيمه جدا، وهتحدث معاك في البدايه عن المنصب ده. المنصب ده في حد ذاته هو منصب عفوا يعني يدينا صورة انه لا، الناس مش عايزة تطلع هي اللي تتكلم، مش عايز كل واحد ياخد بين قوسين اللقطة، لا دول جابوا حد له باع كبير في الاعلام ويعرف يتحدث جيدا ويبقى هو المتحدث الرسمي باسم النادي. ازاي تم اختيار هذا المنصب او فكرة المنصب ده في نادي الزمالك؟ عشان دي حاجة جديدة علينا بصراحة. بص هقول لك حاجة، هو الفكرة المجلس من اول ما بدأت القائمة الانتخابية كان في اتفاق من القائمة نفسها على فكرة توزيع الملفات. عظيم. يعني هو من ضمن من حظوظ يعني نادي الزمالك ان القائمة فيها اتجاهات متعددة، يعني لو هتتكلم عن رجل اعمال هتلاقي رجل اعمال كبير، هتلاقي رجل اعلام كبير، هتلاقي حد رجل انشاءات. فدي بدأت فكرة التخصص من كده، ان دايما يبقى في حد مسؤول عن ملف وبيعرض على مجلس الادارة في الاخر. ففيما يخص الملف الاعلامي، المجلس استقر ان هو يكون في حد من بره كمان المجلس على اساس ان المجلس يركز في شغله وفي الملفات اللي يعني الضخمه جدا اللي عنده، ويبقى في حد حلقه وصل ما بين المجلس وبين الاعلام. عظيم جدا. فهي الفكره جت من كده يعني، وده هيبقى سائد في كل حاجه فكره التخصص. طيب عشان انا افهم كاعلامي، وحضرتك يعني لك بقى اعلامي كبير، انا افهم كاعلامي متى يتحدث الاستاذ احمد سالم؟ هل يتحدث فقط حين يكون هناك قرارات لمجلس إدارة نادي الزمالك، ولا يتحدث في الوقت اللي الإعلام فيه يكونوا عايزينه أنه هو يتحدث؟ يعني أنا لو فجأة كده في حاجة مش فاهم. أنا فاهم السؤال، يعني السؤال مهم جدا. فضل. لا مش هيكون في تواجد يومي بلا داعي ولا تواجد لمجرد حصل النهاردة عندكم في النادي، لا خالص ده مش مطروح خالص. السياسة الإعلامية هتكون الظهور عند يعني وجود ما يستدعي الظهور. عظيم. اجتماع مجلس إدارة، قرارات محددة، عقوبات محدده، هتكون في شكل بيان وشكل مداخلات لشرح لو في حاجه تستعصي على الفهم في البيان ده، لكن الظهور اليومي مش هيكون متاح وموجود طول الوقت. طيب هتكلم برضو معاك في بعض التفاصيل المهمه. احنا في مصر هنا في كره القدم في مصر كل يوم، مش كل يوم، نقول كل فتره قريبه يحصل مثلا مشكله تحكيميه، مشكله في قرارات، مشكله في ازمات. هل الاستاذ احمد سالم هو اللي يتحدث عن هذه الامور، ولا ممكن ساعتها حد من مجلس الاداره او من المختصين بكره القدم في مجلس الاداره؟ لا بص حضرتك، هو هيكون ان شاء الله المتحدث هو المسؤول، بس برضه بالتنسيق مع مجلس الاداره. عظيم عظيم. يعني مش هتكون مداخله شخصيه قد ما هتكون مداخله، لو مجلس الاداره ليه موقف تجاه تحكيم او تجاه اي قرارات بيتم التنسيق مع المتحدث وبيطلع يتكلم وكانه بينقل يعني وجهه نظر مجلس الاداره. طيب اول سؤال ليك بقى كمتحدث رسمي باسم نادي الزمالك، والسؤال يخص جماهير نادي الزمالك، هل جماهير نادي الزمالك تسمع خبر سعيد على عن اي ملف من الملفات الشائكه والصعبه والمشاكل الكثيره اللي داخل فيها مجلس الاداره؟ ايه هي الاولويه الفتره اللي جايه؟ بص حضرتك، هو مفيش اولويه ومش اولويه، والمجلس عنده ملفات كتير جدا. حاجات حل مشاكل، حاجات اطفاء حرائق زي ما بنسميها، وحاجات مستقبليه. كله هيشتغل بالتوازي. كله يعني مفيش حاجه هتكون بعد حاجه، بس طبيعي مثلا هيكون مثلا موضوع وقف القيد ده هيكون هو الملف ليه اولويه. بالظبط كده. ده معناه انه ان شاء الله جماهير الزمالك تسمع خبر سعيد قبل انتقالات يناير او قبل سوء الانتقالات في يناير، انه رفع القيد حصل. معلش استاذ احمد تاني عشان الصوت قطع. معلش بقول لحضرتك، يمكن مختصر والمشاكل السابقه خاصه بوقف القيد. طيب. وشغال عليها باهتمام. طيب معلش استاذ احمد، معلش انا هستاذنك عشان هي نقطه في منتهى الاهميه، بس كان الصوت راح بس رجع تاني، لو تعيدها تاني معلش الجمله اتفضل. بقول لحضرتك، هو يعني القيد والعقوبات او الخلافات كلها في الفيفا وكده، دي ادهم بيدرسها تقريبا، يعني اي حاجه ممكن يعني جاري حلها هيتم حلها باذن الله ان شاء الله. انا بهني حضرتك على المستوى الشخصي والمستوى المهني، نفرح ونسعد بوجود اعلامي كبير ومحترم زيك متحدثا رسميا باسم نادي الزمالك. بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد سالم المتحدث الرسمي الجديد باسم نادي الزمالك.